في المواطن البسيط في المؤسسات ديال الدوله اي مكونات ديال المجتمع مثلا مشيت مع الجد المواطن فبالتالي يعني هذا واحد الشيء ولكن باش نوصلوا ديك المشاريع الاساسيه ونوصلوها الى ارض الواقع وتعطينا الكتب ديالها طبعا هذا الفاعل ايضا خصنا نمكنوه ونطوروا الصورات ديالو نوضعوا هنا التكوين والتسهيل ونوضعوا راه نشر في اليات وادوات ديال الاشتغال وكذلك اللي كنتكلموا ايضا على السلامه الصوتيه وتسهيل المرور المستعمل للطريق كنتكلموا على مجموعه ديال المخططات ديال البرامج التي يمكن تسهيلها وتفعيلها وعندنا رهانات نمشوها لان الامر يتعلق بازدراء ارواح ديال المواطنين على الطرق العموميه لان ملي كنتكلموا على السلامه الطرقيه سيدة سيدة كنتكلموا على الارواح ديال المواطنين الاهلياء وعلى حياه بشريه كنتكلموا على واحد الاشكال حقيقي واحد الملف اللي هو مجتمعي ما كنتكلموش على الملف اللي هو الملفات كنتكلموا على الجميع انه يجب ان ينخرط ينخرط هذه النسيج على الطرقات كنتكلموا على رهانات تخطوها اللي هي حتى تتلفت واللي كتشلف الراجلون ضرت الناس لان الطريقه في اعتماد الحمايه كذلك سردا الحسنوي مدير جريدة ملتقى السائق بطنجة تكلم السيد القباج على التعامل بصرامة مع هاد الناس هاد المخالفين وتكلم أيضا على التوعية والتحسيس نتوما هنا كمجتمع مدني شنو هو الدور اللي كنلعبو أو ممكن نلعبو يعني كإعلامي صدقا هو اللي غادي نسألو بصفتو كجمعاوي وأنت يعني الدورين بجوج ممكن نسألوهم فيك يعني ما رأيك في المقاربة التوعوية والتحسيسية وشنو هو الدور اللي كدعمو نتوما في هذا الإطار هذا أو ممكن تلعبو؟ يمكن لك تسويني طبعا كجمعوي لانه كنمثل المرصد الوطني للنقل بجهه طنجه تيفو الحسيمه والتمثيليه ديال القطاع نقل العمال اللي طرحت على السؤال وهنا نفتح حل القوس حتى نكون منصفين فقطاع نقل العمال نتحدث مدينه طنجه على 2800 عربه كتدور مدينه طنجه بشكل يومي كتنقل ما يقارب 250 الف مواطن من الاحياء السكنيه من الاحياء الصناعيه على مدى هذه السته اشهر كلها كانت فقط هناك ثلاثة ديال الحوادث المميتة اللي كان العدد ديال القتلى فيها وصل من سبعة على مدى ست شهور هذه آخرها التي وقعت في رمضان فلا لا نقلل من شيء ولكن كنقولوا بأنه
كان صافي 6 شهور هي ديجا مومي. صح لكن انا قلت لك ما كنقللش من شي حاجه غير فقط بالمقابل يعني الحجم التحركات ديال هذا النقله هذه كيما بقاوش العدد السياقه ديالو اللي كيدور فيها 14 ساعه في النهار اللي كدور هذه العربات هذه كلها. فالان بغيت هذا هو واحد التوضيح واحد الرقم. فانا متفق تماما مع الكولونيل قباج. علاش؟ لان ارجع دائما للموضوع ديال مدونه السير ويوم تم افراج عنها او خروجها حيز التنفيذ فكانت 1 اكتوبر 2010. فبمجرد ما هذيك الهاله شي اللي كنت تسمعوا عليها فالثلاثه اشهر الاولى من الاصدار ديالها عرف المغرب واحد الانخفاض كبير في عدد حوادث السير في المخالفات وكلشي. وكان السبب طبعا هو ان الناس كانت تتخوف طبعا من العقوبات. ربما اليوم الاول كما يمكن من سهله تلقى المخالفه. كان الايام هذه كانت يعني ثلاثه اشهر كلها تسجلت ولكن بعد ثلاثه اشهر بس في الاتفاق بعض من الناس عينت ولاحظت على العقوبات والمخالفات ماشي بحال الشكل اللي كانوا كيتصوروا هنا كنقولوا بان العامل السجلي مهم جدا جدا ولا بد ان يستمر ويتم التشديد ولا تسامح مع المتهمين بخصوص المخالفين للقانون. لا تسامح معهم ويجب تشديد المراقبه بالنسبه للرادارات وغير ذلك يجب الاكثار منها. لما لا؟ هذه من جهه. من جهه اخرى كمجتمع مدني مثلا احنا